أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى فقرة النقاش، أين يحل اليوم عيد النصر الذي كنا نتابع فيه على المباشر عبر قناة الجزائر الدولية. هذا العام يحل بالتوازي مع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث ينتظر العالم بتوجس ما قد تؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب. لنقاش هذا الموضوع أسعد باستضافة محمد الأمين سويعد عبر الهاتف. سيدي أهلا بك، أستاذ العلوم والعلاقات الدولية، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا بك سيدي. أهلا مرحبا بك، شكرا. سيدي بداية، كيف تقرؤون احتفالات اليوم على خلفية النزاع الدائر في أوكرانيا والوضع العام الذي تجد فيه روسيا وبوتين تحديدا فيهما محاولة الغرب لعزلها؟ في الحقيقة ذكرى 1945 أو ذكرى الانتصار على النازية والفاشية في أوروبا التي لعب فيه الاتحاد السوفيتي دورا كبيرا، هو في الحقيقة يوم عظيم في تاريخ روسيا وتاريخ الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي آنذاك بما فيها أوكرانيا. هو كان يوم فاصل في تاريخ أوروبا، فالسوفيات لعبوا دورا كبيرا في الحيلولة دون سقوط أوروبا تحت براثن النازية والفاشية، فهي التي ساهمت في وقت ذلك التقدم. وبالتالي خطاب النصر اليوم للرئيس بوتين أو هذا اليوم أو يوم النصر إنما يحاول فيه الروس التشبيه بين الوضع في سنة 1945 والوضع اليوم. لماذا؟ لأنه السلطة الروسية اعتبرت القيادة أو السلطة الراهنة المدعومة من الغرب في كييف على أنها نخبة فاشية ونخبة نازية، وبالتالي فأحد أهداف العملية العسكرية الروسية أو الأهداف المعلن عنها المحددة رسميا أو العلنية هي إسقاط الفاشية والنازية في أوكرانيا. وبالتالي روسيا تحاول أن تظهر اليوم على أنها لا تزال قوة عظمى، لها مكانة دولية، تلعب دور كبير في رسم خارطة أوروبا ورسم خارطة العالم. وهذا سيظهر في حجم المظاهرات للاستعراضات العسكرية من خلال إظهار القوة العسكرية سواء التقليدية أو النووية التي تمتلكها روسيا، وكأنه إرسال رسالة للعالم أن روسيا اليوم لا تزال قط يساهم ويؤثر في الأمن الأوروبي والأمن العالمي. أستاذ، وفق المعطيات الحالية على أرض الواقع والميدان ومن خلال جملة العقوبات ضد روسيا يسعى الغرب لتطبيقها طبعا ضد موسكو، هل هنالك ما يشير إلى أن روسيا قادرة على تحقيق هدفها من العمليات العسكرية في أوكرانيا؟ حتما. هو الغرب اليوم حاول وقف هذه العملية العسكرية من خلال مجموعة من الآليات. النقطة الأولى، حاول أو الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يحاول جر روسيا إلى خلينا نسموه مستنقع أفغانستان جديد، مثل المستنقع اللي وقع فيه الاتحاد السوفيتي سنة 1970، وذلك من خلال استنزاف قدرتها العسكرية والاقتصادية، من خلال توفير لأوكرانيا ملايير دولارات من الأسلحة، سواء الأسلحة الدفاعية وحتى الهجومية. وكأنه أطيل أمد النزاع، أطيل الصراع، أطيل الحرب حتى استنزف القدرات الاقتصادية والعسكرية لروسيا. هذا من جهة. النقطة الثانية هي نقطة العقوبات. العقوبات الاقتصادية، الاتحاد الأوروبي لغاية اليوم فرض أكثر من 6 حزمات من العقوبات. الهدف منها بالدرجة الأولى أني نحرم روسيا من الموارد المالية المتاحة لها، والنقطة الثانية أني أظهر أو أخلق جبهة معارضة في الداخل الروسي حتى ربما في النهاية أسقط النظام في روسيا. لكن روسيا اليوم يعني تحاول أنها تحايل تتجاوز هذه العقوبات الغربية، وذلك أولا من خلال حسن استغلال أو الضغط بحسن استغلال أوراق الضغط التي تمتلكها. أول نقطة التي تمتلكها روسيا هي ورقة الغاز الطبيعي، فأوروبا تعتمد بأكثر من 40% على الغاز الروسي، وبالتالي روسيا ترسل رسالة واضحة أنها تتوظف ورقة الغاز الطبيعي حتى
يعني تضمن مكانتها في تضمن مكانتها وتضمن أنه مصالحها مأخوذة بعين الاعتبار. الآن عندها روسيا لها آليات لبدائل أخرى، منها أنها في إمكانية تعزيز تعاونها مع قوى دولية أخرى مثل الصين مثل الهند التي تشارك معها في هدف واحد هو إعادة تشكيل هذا النظام الدولي الأحادي القطب، وتشكيل آخر متعدد الأقطاب يأخذ بعين الاعتبار مصالحها ويأخذ توجهاتها ويأخذ إيديولوجياتها. طيب إذا تحدثنا عن الحليف الصيني، إلى أي مدى طبعا في تصوركم سيستمر هذا التحالف بين الصين وروسيا؟ الآن التحالف سيستمر لأنه المصلحة مشتركة. الآن مثلا النظام الليبرالي الغربي هذا الذي يعني لا يعكس إلا مصالح القوى الغربية، مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، يعني خلينا نقول أنه الصين ممتعظة من ولا الصين ترفض هذا النظام على آخر يعترف بمصالحها ويعترف بقواعدها. ممكن نعطيك مثال، لأن القوى الغربية دائما ما تدعم وتشجع الليبرالية، سواء الليبرالية بالمفهوم السياسي أقصد النظام الديمقراطي ولا بالمفهوم الاقتصادي أقصد به نظام اقتصاد السوق. الآن الصين لا تعترف بالديمقراطية، فالصين لها نموذج مشترك، نموذج في المجال السياسي نظام الحزب الواحد نظام مغلق، كنظام الاقتصادي بشكل النظام اقتصاد السوق ولا الرأسمالي. وبالتالي الآن الصين قوة صاعدة، قوة تسعى لأن يعني تعتلي عرش النظام الدولي هذا، وبالتالي أيضا دائما ما هي تحت استفزازات غربية وضغوطات دولية، مثلا في مسألة تايوان أو في مسألة بحر الصين الجنوبي، أين دائما ما يتم استفزازها من خلال مناورات عسكرية، من خلال تحالفات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى مثل اليابان، كوريا الجنوبية والفلبين. فبالتالي وكأن الصين اليوم تعاني من نفس ما تعاني منه روسيا، وبالتالي في تحدي مشترك وفي هدف مشترك، ففي إمكانية لتعزيز التحالف وتعزيز التعاون، ويظهر هذا بشكل أكبر في بعض الآليات التي وجدت من قبل. تحسوا مثلا على البريك، دول البريكس دول القوى الصاعدة بما فيها الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا، تسعى لتشكيل نظام دولي آخر. الآن خلقت هذا التحالف حاول يخلق ميكانيزمات مماثلة أو مؤسسات قواعد مماثلة للمؤسسات الغربية. لو تحسوا مثلا على البنك الدولي للاستثمار أو البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أرادت الصين أن يكون نظير أو مماثل لصندوق النقد الدولي. طيب هذا 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 هل يعني أن العالم يسير في اتجاه نهاية سيطرة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على شأن الدولي؟ حتما، نحن في هذا الطريق الآن، نحن في هذا المسار الآن. ما يحدد مستقبل هذا المسار هو الحرب في أوكرانيا. وبالتالي هنا نتحدث على احتمالين، لو انتصرت روسيا في هذه الحرب وحققت أهدافها التي أرادت تحقيقها في أوكرانيا، فالنظام الدولي لن يكون مثل ما كان قبل العملية العسكرية. لماذا؟ لأن هذه القوى الصاعدة ستأخذ ثقة في نفسها، هذه القوى الصاعدة ستتحدى بشكل أكثر وأكثر النظام الدولي هذا بمؤسساته وبقواعده. لكن لو فشلت العملية الروسية أو سقط مثلا النظام الحاكم في روسيا مثلا لحدة أو شدة العقوبات الاقتصادية، هنا ستزداد الهيمنة الغربية. وبالتالي الآن لماذا نقول الحاسم هو العملية والحرب في أوكرانيا؟ لكن أعتقد أنه الآن هي فرصة كبيرة وكبيرة جدا لروسيا والصين وقوى أخرى مثل الهند أنها تعاون فيما بينها حتى نسير بهذا المسار. ولذلك نستشف ولا نفهم من المحاولات الغربية سواء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أنها حاولت استمالة كل من الصين كل من الهند حتى لا تتعاون من روسيا، حتى نمنعها من بدائلها من حلفائها المحتملين في هذا المسار. طيب أستاذ، هل ينجح بوتين في وقف مد حلف الشمال الأطلسي ووقف نفوذ الغرب أيضا عموما في أوروبا الشرقية؟
الان في اوكرانيا خلينا ممكن نقول ان العمليه محسومه. اوكرانيا لم تنضم للحلف الاطلسي اذا نجحت العمليه العسكريه. الان في مشكله يتعلق بكل من فنلندا والسويد. منذ بدء العمليه العسكريه الاوروبيين قال لك الباب مفتوحه لكل من فنلندا والسويد انهما ينضمان للحلف الاطلسي. وفنلندا لها حدود اكثر من 1600 كيلومتر مع روسيا، وبالتالي احنا ممكن يصير بعض نوع من الصعيد. فروسيا حتما ستحاول منع دوله مثل فنلندا انها تنضم للحلف الاطلسي. لكن اقول ان الدوله الاكثر اهميه من ناحيه استراتيجيه وجيوسياسيه هي اوكرانيا، ذات اهميه اكثر من فنلندا. ولذلك ربما نشهد او نقول انه ردة فعلها على انضمام دول اخرى مثل دول البلطيق في فتره من الفترات لا يختلف عن ردها في اوكرانيا، لانه اوكرانيا خلينا نقول هي كل شيء بالنسبه لروسيا، هي المحدد وهي التي. انا اعطيك مثال فقط، كان مستشار الامن القومي السابق زيجني بريجانسكي مستشار جيمي كارتر كان يقول دائما انه روسيا بدون اوكرانيا لا يمكنها ان تكون قوه اوراسيه ولا يمكنها ان تكون قوه عالميه. وتحدث مثلا على مجموعه من الاهميه او العوامل الهامه بالنسبه لروسيا، مثلا تحدث على البحر الاسود، تحدث على شبه جزيره القرم، تحدث على بحر ازوف. وبالتالي القيمه الجيوسياسيه الاستراتيجيه لاوكرانيا هي اكثر اهميه بالنسبه لروسيا من دوله مثل فنلندا والسويد. طيب في هذا الجانب المراقبون وكثير من التحليلات ترى ان تقديرات بوتين لم تكن في محلها فيما يتعلق بالعمليه العسكريه في اوكرانيا، باعتبار أن الخطة كانت التوغل لإسقاط زيلنسكي وتعيين نظام والي لموسكو. أنا أختلف. أنا لا أعتقد في هذه النقطة. وإن كانت أوكرانيا وإن كانت روسيا أعلنت في بداية العملية العسكرية أنها ستسعى لإسقاط نظام زيلنسكي، لكنها لا أعتقد أنه كان هذا هو الهدف الأول تاعها. لماذا؟ أنا أفسر هذا بنقطة هامة وهامة جدا، هي أنه لو كان بإمكان قوات الروسية أنها تسقط زيلنسكي وتسقط النظام الحاكم في كييف، لكن لم تسعى لهذا حتى لا تتحمل مسؤولية إدارة البلاد بعد سقوط النظام. ونعرف انه عمليه اداره البلاد هي عمليه معقده وصعبه. لو اعطيت لك مثلا دوله مثل الولايات المتحده الامريكيه، سواء في العراق سواء في افغانستان، احتاجت الى اكثر من 60 70 دوله حتى تدير العراق ولا تدير افغانستان في المراحل الانتقاليه. وبالتالي في البدايه العمليه العسكريه الروسيه كانت عندها مرحلتين. المرحله الاولى، المرحله اللي ظهرت ولا حاول الروس يخلقوا الانطباع انهم يسعون لاسقاط نظام في كييف فقط ليشتتون الانظار الاوكران، هذا من جهه، وحتى يحيدوا القوات العسكريه الروسيه في الاراضي، او يحيدوا القوات العسكريه في اوكرانيا من خلال ضرب كل المنشات العسكريه، اضعافها عسكريه حتى لا تكون مقاومه في الجزء الشمالي. وهنا بدينا في المرحله الثانيه من العمليه العسكريه، هي مرحله السيطره على الشريط الجنوبي والشرقي لاوكرانيا الممتد من خاركيف الى غايه اوديسا. فهذا هو الهدف الرئيسي والاسمى لبوتين الان. لماذا؟ لأن المنطقة الممتدة من خاركيف إلى أوديسا هي ذات أهمية جيوسياسية واستراتيجية. الآن لو تحدثوا مثلا على ماريوبول أو على خيرسون أو على ماكولايا أو على أوديسا، مثلا ماريوبول تسمح لروسيا أنها تسيطر كليا على بحر آزوف. منطقة خيرسون هي الرابط البري الوحيد بين شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا في 2014، وبالتالي هو الرابط البري الوحيد، وهذا اللي راح يسمح لها الآن تكون رابط بين الأراضي الروسية وبين شبه جزيرة القرم. ولذلك أعتقد أن روسيا ما ستقوم به في ربما في الأسابيع القادمة ولا في الأشهر القادمة، أنها ستمنح الاستقلال أو الانفصال لكل من ماريوبول وخيرسون وماكورايف حتى أوديسا، لأنه هذا كما قلت يسمح لها يكون لها رابط بري مع الأراضي الروسية، يسمح لها أنها تسيطر أو تعزز سيطرتها على البحر الأسود وتسيطر على بحر آزوف. ولذلك الهدف الأسمى والهدف الأول والأساسي لبوتين هو السيطرة على الجانب الشرقي، وليس بالدرجة الأولى مثل ما اعتقدنا كلنا في البداية أنها تسعى لإسقاط النظام في كييف. طيب أستاذ محمد، كسؤال أخير بالعودة إلى شخصية بوتين، هل تتوقع أن الأمر كان سيحدث في حال كان على رأس روسيا شخص غير بوتين؟
حتما مثلا الإعلام الغربي يركز على هذه الخصائص، خلينا نقول الخصائص الشخصية ولا الخصائص مثل ما يسميها الإعلام الغربي خصائص العدوانية لبوتين. لا، لو كان أي رئيس آخر على رئيس الدولة الروسية ربما كان يقوم بنفس الشيء، لأن المسألة لا تتعلق بتوجهات شخص ولا إيديولوجية شخص، وإنما تتعلق بمسألة القومي وتتعلق بمصلحة جيوسياسية استراتيجية لقوة عظمى. روسيا حوصرت منذ نهاية الحرب الباردة من خلال تمدد الحلف الأطلسي إلى أراضيها، من خلال إسقاط الأنظمة في الدول الحليفة له، وربما أوكرانيا خير مثال على ذلك. 2004 كنا نحكي على الثورة البرتقالية، المظاهرة في كازاخستان وفي بيلاروسيا، يعني التدين في المحاصرة. وكأنه روسيا اليوم تقول للغرب أنتم لم تحترموا، خلينا نقول، مجالات نفوذي، لم تحترموا مصاري، وبالتالي أنا مدفوعة لعملية عسكرية مثل هذه وفق المبدأ التقليدي أن الحرب هي امتداد للسياسة بطرق مختلفة. يعني إذا فشل طرق الدبلوماسية والسياسية في تسوية الخلافات في تحقيق الأهداف الجيوسياسية والاستراتيجية للدولة، سيكون الحرب هو آخر نقطة وآخر خيار للدولة. ولذلك اليوم الإعلام الغربي يركز على نقطة هامة، اليوم يتحدث مثلا على مرض الرئيس بوتين، ولا يتحدث على إمكانية موت الرئيس بوتين لكبر سنه، يعتقدون أنه سيصعد شخص آخر له توجه غربي على غرار غورباتشوف في وقت من الأوقات، فيوقف العملية العسكرية، فيكون يعني أقرب للغرب منه أنه دولة ذات عظمى ودولة ذات سيادة على العالم. شكرا جزيلا لك سيد محمد الأمين سويعد، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت عبر الهاتف معنا مباشرة من الجزائر. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نصل في هذه الأثناء إلى ختام برنامج الصباح نيوز، نترككم مع مشاهد التي تأتينا مباشرة من موسكو، وتحديدا الساحة الحمراء للعرض العسكري الضخم، هذا الحدث العالمي الذي يحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في هذه الأثناء يتم إلقاء الورود، أظن أن أمام نصب تذكاري في الساحة الحمراء لطبعا الجنود الذين لقوا حتفهم خلال هذه الحرب. في هذه المشاهد التي تأتيكم مباشرة من خلال احتفال بعيد النصر على النازية في روسيا، هذا الاحتفال الذي تخلله خطاب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأيضا شهدنا طبعا أو سنتابع خلال نشراتنا اللاحقة أهم ما ورد في خطاب الرئيس بوتين، كذلك سنتابع أيضا مشاهد للعرض العسكري الضخم في الساحة الحمراء بروسيا بهذه المشاهد. مشاهدينا، نصل وإياكم إلى ختام برنامج الصباح نيوز لنهار اليوم. يمكنكم متابعة كل فقراتنا ومختلف برامجنا عبر الشريط الظاهر أسفل الشاشة، يأتيكم بعد قليل موجز لأهم الأنباء. ابقوا عبر شاشة قناة الجزائر الدولية. في أمان الله.